رئيس الحكومة الإيطالية سيلفيو بيرلسكوني يؤكد مرة أخرى أن حكومته ستواصل مهامها حتى نهاية عهدتها، أي حتى العام 2013. الكافالييري أكد كذلك في كلمة ألقاها أمام غرفتي البرلمان أن الحكومة الائتلافية لا تزال صامدة وقوية. تصريحات بيرلسكوني تأتي في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة الغضب والتململ في صفوف الائتلاف الحاكم حول مستقبل الحكومة. بيرلسكوني ورغم كل هذا فقد خرج منتصرا مرة أخرى بعد أن صوت البرلمان لفائدة قرار حكومي تم تبنيه بالإجماع اليوم الثلاثاء. بيرلسكوني نفى التصدعات التي تحدثت عنها وسائل الإعلام في علاقته بحزب رابطة الشمال اليميني المتطرف. أحد نواب الحزب يقول إن بيرلسكوني رجل يستحق الاحترام، وسنرى الآن هل سينجح في تحقيق أشياء إضافية للبلاد، وفي حال فشل في ذلك فإن أمورا كثيرة ستتغير. رئيس الحكومة الإيطالية شدد كذلك على احترام بلاده للتعهدات التي قطعتها تجاه أوروبا والمتعلقة بتطبيق إصلاحات حول الميزانية.